مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. نبدأها بأبرز العناوين. تعاون دايلر ومحمد خالد، حقيقة خلاف أبو الرب وسهير مندر، صوت نور ستارز بالأغنية الجديدة، غيث مروان يثير الجدل. أغنية موفلوكس العربية. من بعد ما شارك عدد كبير من صناع المحتوى رأيهم بالعنصرية والتنمر وخاصة بآخر فترة بأشكال مختلفة، قرر سوبر فاميلي التعبير عن رأيهم على طريقتهم الخاصة، فاختاروا أغنية أبيض أسود وإهدائها لكل متابع تعرض للتنمر والعنصرية. أبيض أسود مش باللون، كلنا إنسان في كيان واحد، ربنا خلق الكون موزون ولا ميز واحد عن واحد. فاختار توني إضافة الطابع العربي للأغنية، وبذلك أضاف إيقاع الكمانجا وحتى العود. أوجه رسالة جد هادفة في منتصف الفيديو كليب. بنكفر في الناس براحتنا وكأننا أوصية على الدين، يعني بنبني حريتنا على حرية ناس تانيين. حكينا بالفيديوهات السابقة عن عودة دايلر إلى السوشيال ميديا قريبا، وجدول أغانيه اللي صارت جاهزة والمقرر نزولها بعد عودته إلى السوشيال ميديا، إلا أن محمد خالد صدم المتابعين وصدمنا بجواب على سؤال من متابع على ستوري إنستغرام تساءل فيه هل حيكون في أغنية تجمعه مع دايلر، فما نفى محمد خالد الفكرة وأجاب بهذا الجواب. من بعد ما حقق محمد وسيم نجاح كتير كبير على قناته على يوتيوب، حيث تمكن من حصد ما يقارب 400,000 متابع، وفيديوهاته حققت نجاح كتير كبير، ففيديو مقلب الاستفزاز في زوجتي صار محقق أكثر من 2,000,000 مشاهدة في فترة جد قصيرة، فأحب الجمهور محتوى وسيم وزوجته أسماء كثنائي، فقرروا البدء بخطوة جديدة وفتحوا قناة عائلية باسم وسيم وأسماء لتحقق 10,000 مشترك في ظرف زمني جد قصير. أعلنت نور ستارز قبل أشهر عن العمل على أغنية جديدة، إلا أن الأوضاع اللي عم بيعيشها العالم أثر على جدول أعمال نور وتأجل تسجيل الأغنية والفيديو كليب، إلا أن نور تحدت الأوضاع وسجلت الأغنية اللي راح تكون باللهجة المصرية وباشرت بالعمل على الفيديو كليب، وعم بتحمسنا نور كل مرة بمعلومة جديدة عن الأغنية. فبآخر لايف فتحته نور على انستغرام صرحت أن صوتها بالأغنية الجديدة حيكون مبين أكثر من الموسيقى ورح يكون واضح جدا، والأغنية اشتغلت عليها أكثر من الأغنية السابقة ورح تكون أحلى. إلا أنه بخصوص الفيديو الموسيقي فخبرت المتابعين أنها ما بتوعدهم بشي كتير فخم نظرا للظروف اللي عم بنعيشها بسبب فيروس كورونا، وخاصة أن الأوضاع بأمريكا مريبة جدا ومطولة كتير. معروف عن عزة زعرور صوتها الراقي والجميل وعزفها الرائع على العود، فبعد ما حققت أغانيها السابقة نجاح كتير كبير من بينها بيلا تشاو وعندي حلم، عم تعمل عزة على أغنية جديدة، وشاركت هي الصورة من كواليس تصوير الأغنية وعلقت أغنية نار قيد التسجيل. وفي أخبار ثانية، أجرت عزة زعرور عملية جراحية بسيطة على رجلها وطمأنت متابعينها عن صحتها عبر ستوري انستغرام، ألف الحمد لله على السلامة عزة.
أثار غيث مروان الجدل في الساعات القليلة الماضية بنشره لصورة على حسابه على انستغرام بيظهر فيها وهو مرتدي خاتم خطوبة وكتب باركولي. فالعديد من الناس صدقت خطوبة غيث، إلا أن الموضوع طلع عبارة عن تحدي بقناته على يوتيوب، وكان ملزم عليه نشر صورة ويبين فيها خاتم الخطوبة بدون ما يكتب أنه تحدي. مش عارف انه في 5000 لك هذا عارف بتقول بوست سيلفي على الانستغرام وانت لابس خاتم زواج تكتب باركود. نزل أحمد أبو الرب مجموعة من الفيديوهات يهبط فيها ساهر منذر، إلا أن العلاقة اللي بيناتهم جيدة جدا، ودائما ما يحكي ساهر عن أحمد بطريقة كتير حلوة. لكن قبل أيام انتشرت مجموعة من الأخبار يزعم فيها البعض عن وجود خلاف بيناتهم نظرا لإزالة الفولو لبعضهم، فأكد أحمد أبو الرب وساهر منذر عن عدم وجود خلاف بيناتهم، والموضوع كان فقط عبارة عن مزحة لا غير. وفي أخبار ثانية أجاب أحمد أبو الرب عن بعض الانتقادات اللي بتوصلوا من طرف المتابعين بخصوص محتوى الهبد اللي هو عبارة عن محتوى ترفيهي كوميدي ساخر، حيث ركز على نقطة أنه لا يقوم بالانتقاد بل يسخر بطريقة عفوية عن الموضوع اللي بيطرحه بكل فيديو. تم إزالة أغنية رغدة وفريد جيش رغدة من على يوتيوب قبل شهر من الآن، لبترجع من جديد لصاحة اليوتيوب، وهذا بفضل يوتيوب حيث فصل في موضوع حقوق ملكية الأغنية اللي حصلت عليها رغدة بشكل قانوني، واللي كانت من كتابة وتلحين رغدة وفريد ومن إعداد عادل تاويل وإخراج وتحت إشراف رضا الوهابي، وهي محققة لحد الآن 8 مليون مشاهدة. أطلق سامي الشافعي فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان أنا جيت، واللي تصور في تونس بعد عودته لأرض الوطن. فاختار سامي الطابع الموسيقي الحماسي الكوميدي اللي بيتخلله القليل من التمثيل، وبلش الفيديو كليب ببعض من مقاطع أغاني أصدقائه المقربين من سديم، فسمعنا أغنية عديل وهشام وأغنية رغدة وفريد. يا ودي ما هو جاي تو تشوف، انا متاكد اللي باش يجي، قال لي نهار 19 جويليه باش يجي. باه شفت كي يجي، انا الشين يوتيوب متاعي مفسخ. من بعد ما أحب المتابعين العرب مو فلوكس وبشدة من بعد ما شارك بعدد كبير من فيديوهات نارين بيوتي نظرا للصداقة القوية اللي بتجمعهم، فتح مو قناة عربية وتمكن من تخطي المليون مشترك في فترة جد قصيرة. انت يا عمل فرانك والله ما في فرانك، تعال بابا. هاي شو شوي شوي في هون. اوكي انت اوكي انت جاهز ان شاء الله؟ 1 2 3 هاي وعد المتابعين بالعمل على أغنية باللغة العربية، وهذا بمساعدة عائلة عمارة. حياتنا على اليوتيوب والإنستغرام، وكمان عملوا سبسكرايب لمو لأن قرب للمليون وأنا قربت للعشرة مليون. حينزل أغنية شوها 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 جاهز جاهز شوها. قالت أنا راح نعمل غنية بس لازم مليونين سبسكرايبرز. مليون بس يعني. وهون نكون وصلنا لنهاية نشرة اليوم، إن شاء الله تكون الأخبار عجبتكم. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك مشان تشجعونا على تنزيل الأكثر، وتشتركوا كمان بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. شكراً.